بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بجميع التلاميذ الكرام في هذا الجو الجميل، جو المطر، جو الشتاء، يعني ما شاء الله جو جميل جدا. في هذا الفيديو القصير غادي نحاول إن شاء الله نشارك معكم حل للمشكل اللي هو ظاهر من خلال العنوان. بعض التلاميذ يشتكون قائلين بأنهم يبذلون جهدا كبيرا في حفظ الدرس، يحفظ الدرس جيدا، لكنه يجد إشكالا أنه عندما يتسلم نتيجة الامتحان تكون نقطته ضعيفة. ما هو الحل؟ يتساءل هذا التلميذ، ما الإشكال؟ أين الخلل؟ أحفظ جيدا ولكنني أتفاجأ أن النقطة سيئة، ما هو علاج هذا المشكل؟ طيب عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، دعني أسألك هذا السؤال. السؤال الأول، هل خطك جيد؟ والسؤال الثاني، هل تفهم الدرس قبل حفظه؟ إذا كان خطك سيء فقد يكون هذا من أسباب عدم حصولك على نقطة جيدة، ربما تكتب الجواب بشكل غير واضح وبالتالي فالأستاذ لا يفهم الإجابة، فربما لا يعطيك نقطة كاملة أو لا يعطيك نقطة لأنه لم يفهم خطك. لذلك الحل هو أن تحاول أن تحسن هذا الخط وتشتغل عليه، ويوم الامتحان حاول ألا تتسرع أثناء الكتابة، واكتب بخط واضح واختر قلما يكون لونه واضح وليس باهت. جميل. السؤال الثاني، هل تفهم الدرس قبل أن تحفظه؟ أرى هذا إشكال، كان بعض التلاميذ يحفظون الدرس، يأتون إلى بعض الملخصات، يحفظون الملخصات ولكنهم لا يفهمون الدرس، وهذا إشكال لأن الأسئلة دائما لا تأتي بشكل مباشر، أحيانا يكون السؤال مباشر وأحيانا يأتيك السؤال غير مباشر. فالأسئلة المباشرة يكفي أن تحفظ الدرس كي تجيب عنها، عندما يقال لك عرف مثلا المصطلح الفلاني فهذه مسألة حفظ، إذا تحتاج إلى حفظ. لكن عندما يقال لك ما رأيك أو حلل أو علل، فالتعليل والتحليل يحتاج منك أن تكون قد فهمت الدرس. إذا لم تفهم الدرس جيدا ستجد صعوبة في التحليل وفي التعليل وفي الاستنباط وفي الاستشهاد وإلى غير ذلك. فهذا تقريبا في جميع المواد، ليس فقط في مادة التربية الإسلامية التي أدرس. جميل. إذا كنت تحفظ دون أن تفهم، الحل هو أن تفهم قبل أن تحفظ. عندما تفهم الدرس جيدا ثم بعد ذلك حفظ الملخص، هذا يكون في النهاية بعد أن تستوعب الدرس وتشاهد كيف تم استخراج الأفكار وكيف تم استنباطها واستخلاصها. بعد ذلك تأتي المرحلة النهائية لحفظ الملخص، هي فقط من أجل تثبيت المعلومات الأساسية التي ربما ستحتاج إليها في الفرض. إذا هذه نقطة جيدة. النقطة الثالثة والحل الثالث، وهو أن تحرص على أن تجرب نفسك قبل الامتحان، يعني قبل ما تجي الفرض حاول أن تشتغل على عدة نماذج، وتكون نماذج، حاول أن تكون نماذج مرفوقة بتصحيح باش تشوف كيف يتم طرح الأسئلة وكيف يتم الإجابة عنها. وفي القناة عندي مجموعة من النماذج، نحط لكم نماذج ديال الفروض مع التصحيح، والهدف هو التدرب كيف نتعامل مع الأسئلة، لأنه كما ذكرت أن الأسئلة ماشي دائما تكون أسئلة مباشرة، أحيانا تكون مباشرة وغير مباشرة. إن شاء الله إذا تبعتي هذه الأمور، حسنت الخط ديالك، فهمت الدرس جيدا قبل أن تحفظه، ثم اشتغلت على نماذج امتحانات قبل الفرض في القسم، إن شاء الله ستكون نقطتك ممتازة. وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.